رغم معرفته بأسرار اللعبة السياسية في تركيا، إلا أنه بدأ يسجل خسارة تلو الأخرى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المرة يواجه أعضاء وقيادي حزبه العدالة والتنمية الذي أسسه قبل نحو 18 عاماً. بداية المواجهة مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي كشف لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عدم رضا الحزب عن أردوغان وأنه قد يكون مجموعة منشقة من الحزب حزباً جديداً، وبرر ما قاله بانحراف الحزب عن قيم أساسية مثل العدالة وحرية التفكير والتعبير التي تجاهلها أردوغان في السنوات الثلاث الأخيرة. داود أوغلو كشف أيضاً أن مؤسسات الدولة تضعف، وأن تحول تركيا إلى نظام رئاسي يضع سلطات غير مسبوقة في يد الرئيس يضر بالهياكل الأساسية. صديق أردوغان وأحد رجاله السابقين ليس الوحيد، فوزير الاقتصاد الأسبق وأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الأثقل وزناً علي باباجان انشق هو الآخر وأعلن استقالته من الحزب الحاكم. نية تأسيس حزب جديد يبدو أنها أقلقت أردوغان، حيث اعتبر هذه الفكرة خيانة وحذر قبل أيام من أن الثمن سيكون باهظاً. وبالرغم من عدم استقالة داود أوغلو من الحزب بعد، إلا أن المعارضة التركية تشكك أصلاً في أن يكون هو أمل تركيا المنتظر، خاصة وأنه أحد المسؤولين الذين عملوا تحت إدارة أردوغان، وهو ما أكده استطلاع أجرته مؤسسة PIAR كشف أن حزباً يقوده باباجان الذي لم يوحد جهوده مع داود أوغلو سيتم النظر إليه بشكل أكثر إيجابية من حزب يؤسسه داود أوغلو. حنين موصلي، العربية.